العين، واحة خضراء في قلب صحراء الإمارات. في مدينة الحدائق على سفح جبل حفيت تقع حديقة العين للحيوان، مغطية مساحة تزيد عن 400 هكتار، وهي مأوى لما يزيد عن 4000 حيوان من حول العالم. تحتوي هذه المجموعة على أكثر من 2000 من الثدييات، ما يزيد عن 800 طائر، وأكثر من 500 من الزواحف. من النمر الأبيض البنغالي إلى وحيد القرن الأفريقي، وحيوانات أخرى كالكلاب البرية، فرس النهر، والكثير من القرود. يتعايش الكثير من هذه الحيوانات جنبا إلى جنب بانسجام وتناغم بأقرب ما يمكن لبيئتها الطبيعية. تتطلب هذه المجموعة من الحيوانات فريق من ذوي الخبرة والمهارات المختلفة من الإمارات وحول العالم. يعمل في الحديقة طاقم من القيمين البيطريين والمشرفين، مكونين عائلة كبيرة تحوي أكثر من 600 فرد، ومنهم راشد المشرف على جميع القرود، أحمد أحد أعضاء الفريق الطبي، ربيع القيم على آكلات اللحوم، مايد القيم على القطط الكبيرة، وزميله خالد، ومحمد مشرف قسم ذوات الحوافر. ويتعاون جميع أعضاء هذا المجتمع الصغير على الحفاظ على الحديقة التي تمثل وصية حية للإمارات، مذكرة برؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي أسسها سنة 1968 لتكون ملاذاً ومأواً للحيوانات المعرضة للإنقراض كالمها العربية. وقد نمت الحديقة من تلك الفكرة إلى أن أصبحت اليوم تجذب أكثر من مليون زائر سنوياً. بابنا مفتوح لتطوير هذا العمل والوصول بين أفضل الممارسات من المقدمة للزوار. ولأول مرة سمح لكاميرات برنامجنا بمتابعة الحياة خلف الكواليس في الحديقة بكل تفاصيلها. اليوم في الحديقة يتم استدعاء الفريق الطبي لمداواة النمر البنغالي روكي. الزرافة المصابة شفيت تماماً وأصبحت جاهزة للإطلاق مع باقي القطيع. راشد يقوم باختبار جديد مع 4 أنواع من القرود. تعتبر مجموعة القطط الكبيرة في حديقة العين من أكبر المجموعات في العالم، وأكثرها إثارة للإعجاب هي النمور. هناك اثنان من النمور البيضاء المعرضة للإنقراض، ونمر بنغالي وحيد وهو روكي. ولد روكي في الحديقة، لكن هجرته أمه بعد أسابيع من ولادته، فتوجب على القيمين في الحديقة الاعتناء به وتربيته. أصبح الآن روكي ذكراً بالغاً ويعيش في معرض خاص به. أثناء الجولة الصباحية لخالد وباقي القيمين، لاحظوا شيئا غريبا في غرفة روكي الخلفية. اليوم جينا نشيك على الحيوانات كروتين اليومي. دخلنا شفنا، خطفنا عند كيج النمر، شفناه شوي في دم تحت الأرضية، شيكنا عليه شفناه في مصاب في الذيل. فبسرعة اتصلنا على الدكتور كمرجنسي حالة طائرة، ان الإصابة عنده شوي شبه بليغة مو بليغة، فسجلنا ريبورت، فيو القسم الطبي البيطري فشيكنا على الحيوان، قالوا محتاجين ان اليوم نخليه، بيعطونا ابرة بيرقدونه، بيعطونا انجكشن، بنشوف كيف حالته، وبيخيطونه، لازم الجرح يتخيط.
فبنشوف ان شاء الله بنشوف حالته اليوم. فاليوم طبعا بيتم داخل ما بنخليه يطلع لانه بتكون حالته شبه خطيره طبعا. بنخليه داخل لين نشوف كيف البيطري قسم البيطري شو يقولنا، بنتاكد ان شاء الله وبنشوف ان شاء الله. يقوم الفريق الطبي بتجهيز معداته في العيادة قبل ملاقاته لخالد في بيت القطط الكبيرة. لأنه تربى على يد البشر، روكي معتاد على التعامل مع القيمين عليه، ولكن لأنه ذكر بالغ لا يمكن توقع تصرفاته، ويجب على من يقتربون منه اتخاذ الحيطة والحذر. قالنا اليوم ان في تقرير من العامل ان هو جه الصبح لقى الحيوان عنده جرح في حيوان النمر البنغالي عنده جرح في منطقه الديل. بعد جانا التقرير توجه للفريق الطبي عشان يشوف الحاله، وجد ان هو جرح غائر فمحتاج للتخدير ومحتاج للخياطه. فاحنا جبنا ادواتنا للتخدير وهنخدر الحيوان الحين عشان نبدا نعالج الجرح. طبعا احنا حضرنا سرنجة التخدير وهيقوم الطبيب المشرف على التخدير باطلاقه على الحيوان عن طريق انبوب النفخ. أول مرة كان في نقص في الضغط بس للسرنجة نفسها، فهنحاول نعيدها تاني مرة إن شاء الله. نأمل نتيجة إن شاء الله المرة دي. وفي هذه الأثناء في مكان آخر في الحديقة، يقوم راشد بتجهيز اختبار جديد لأربعة أنواع من القرود، وهذه المرة سوف يستخدم راشد جلداً حقيقياً لأفعى كبيرة. في الطبيعة تعتبر الأفاعي من الأعداء اللدودة للقردة، فهي من أكثر الحيوانات افتراساً لها. عندما تشم القردة رائحة الأفعى الآتية من الجلد سوف تتغير تصرفاتها وتشتد درجة انتباهها. طبعاً الحين نفس ما تشوفون نحن جنب الوايت هاندد قبل، معرض الوايت هاندد قبل موجود في الكورزو، ونفس ما تشوفون حطينا جلد ثعبان. طبعاً استخدم هنوع من التعزيز للقرود، وفرهم الأشياء هاي بقد ما نقدر، يعني إحنا ما نقدر نحط مثلاً ثعبان معهم، فاستخدم جلد الثعبان. طبعاً يمكن يتقربون يمكن ما يتقربون، فنحن راح نشوف شو يصير. تعيش قردة الجيبون في الجزء الأعلى من الأشجار في الغابات الاستوائية، ومن النادر جداً أن تنزل إلى الأرض. عندما يواجهها أي خطر تقوم بإصدار صرخات عالية لإنذار بقية مجموعتها، لكن هذه المرة لا تبدو القردة منزعجة إطلاقاً من وجود جلد الأفعى. شفتوا اللي صار مع الوايت هاندد قبل اللي هو من الحيوانات مهددة بالانقراض، كيف كانت ردة فعله؟ يعني شيء جديد ما شافه، كان خايف مش مهتم. هذا بعد يدل على ان الحيوان هذا ليش مهدد بالانقراض. هاي يمكن واحد من الاسباب، انه يمكن صعب انه يتعايش مع اشياء جديده، صعب انه يتعود على نمط جديد او على بيئه جديده او على اكل غير. بعد مرور وقت كاف وعدم وجود اي رده فعل من طرف مجموعه الجيبون، قرر راشد الانتقال الى قرده المكاك.
تتواجد مساكن قردة المكاك في أماكن قريبة من التجمعات البشرية، لذا فإنها لن تكون حذرة مثل قردة الجيبون. الحين نحن واقفين جنب البونت مكاك. عندهم الفضول طبعاً، البونت مكاك أكثر عن الوايد هاد قبل. وايد هاد قبل شوي حذرين فينا نقول، فيمكن يأخذ وقت أو يمكن ما يلمسونها أصلاً، فراح نشوف شو يصير معهم. Hello, do you stay? تصدر قردة المكاك صيحة عالية بوجود أي خطر تجاه مجموعتها. تدفع عادة هذه الصيحات المجموعة للاختباء. يعني هم ماخذينها كأنها لعبة، كأنها يعني لعبة وما أعتقد أنهم خذوا الفكرة أن هذه جلد أفعى، يمكن مش عارفين إن هذا الجلد أفعى. النوع اللي حطينا معاها الجلد الأول نوع حذر جداً، دائماً بيخافون من الشيء الجديد. مع البونت مكاك طبعاً نفس ما قلت هم يحبون يكتشفون يعني، يحبون يتقربون من شيء بسرعة، يعني عندهم الخوف شوي أقل، الحذر عندهم أقل. بعد الفاصل يقوم أحمد وستيفن بإمساك المها الشرق أفريقية. طبعاً إحنا بنفوق الحيوان الحين، الإبرة بيأخذها في الوريدة هون. يكمل ربيع جولته حول معارض القطط الكبيرة. يوجد في الحديقة أكثر من 600 فرد، كل منهم لديه مجال عمل وتخصص مختلف. من أصعب المهام الاعتناء بالحيوانات المفترسة. أحد أعضاء الفريق المختص بأكلات اللحوم هو ربيع الشامسي. يوم يدخل الحديقة يعني يحس أنه مرتاح، يعني راحة نفسية، يعني يشوف الحيوانات، يسمع صوت الحيوانات وكذي، يعني يحس كأنه يعني موجود داخل غابة يعني متكاملة، يعني من فيها الحيوانات كلها داخل الحديقة. يعني التعامل ويا الحيوانات هي الانتباه، وثاني شيء التركيز، خاصة إذا التعامل ويا الحيوانات مفترسة لازم تركز، يكون تركيزك كامل. كلها خطيرة. كبداية الموضوع أول شيء كان في صعوبات، فالحمد لله رب العالمين استزنا الصعوبات، تعودنا على الحيوانات. يعني طبيعة الحيوان صح إنه مفترس، لكن فيه يعني مثل ما تقولين لما نحط له يعني شيء، يعني مثلاً ألعاب وكذا، فتحسه نفس الطفل يلعب، فهذا اللي يعني يخليك يعني تتقرب أكثر فيه وتحبه. يعني لما تشوف الحيوان يلعب وكذي مستانس وفرحان، يعني تحسه مثل الطفل. الأسود من نوع الأخطر الحيوانات في الحديقة، حيوانات يعني مفترسة ويعني صعب التعامل وياها. حالياً أحاول يعني أبني علاقتي ويا الحيوانات أكثر من أي شيء، يعني خلاص صرت الحين مثل ما يقولون متعود عليها، فقمت يعني أحبها. أحس إني بعد أوقات أنا يوم أروح البيت يعني أحس إني مو بجالس يعني في البيت، أحس إني برجع يعني نفس الدوام. يعني الحيوانات المرغوب يعني أتعامل وياها أكثر شيء التشيتا، فحاول إني يعني أكون قريب وايد عليها وأتعامل وياها يعني بزيادة، يعني تقدر تروضها مثل ما يقول هو. ف
فإذا هويت شيء خلاص صارت يعني انفتح لك يعني باب أنت ما تقدر تروم تودره. يعني إنسان إذا حب حاية تلقى أغلب الأوقات وياه، حتى أهله يعني ناسنهم يعني. هو التعامل ويا الشباب الباقيين الموجودين وياي، يعني عندي مايد وخالد زين والشباب الباقيين كل الأمور وياهم طيبة. لما اشتغلت ويا الحيوانات وكذا فقمت كل يوم يزيد حبهم لي، كل يوم يعني أحس إنه يعني خلاص تعلق فيهم، حتى إني يعني الحين أفكر في مستقبلاً أخذ لي من الحيوانات شيء من الحيوانات وأربيها عندي في البيت. أثناء انهماك بقية الفريق الطبي بمداواة النمر، أحمد وستيفن يبدأان بتحضير نوعين من المها للنقل. الحين النهاردة عندنا اثنين نوعين من المها، مها البيسا ومها هاد بالأذن. عاوزين ننقل فيهم ذكور في مجموعة تكاثر، والذكور لما بتكتر فتعمل مشاكل، بيقعدوا يتهاوشوا مع بعض ويتناطحوا فممكن يموتوا بعض من الموضوع ده. فاحنا عاوزين نقلل بس نسبة الذكور في مجموعة التكاثر ونحطها في مجموعة تانية اللي هي مجموعة الذكور ما فيهاش إناث. فاحنا هنا ممكن نسيب حيوان واحد أو اثنين مع مجموعة التكاثر يغطي كل الإناث، وبالتالي المشاكل بين الذكور على تلقيح الإناث ما تكونش كبيرة. المها حيوان كبير ضخم، يعني بيوصل لحد 100 كيلو متوسط الوزن. فطبعا الحيوان ما اقدرش امسكه بشبك، فهضطر ان انا اخدره، واضطريت لتخدير طبعا في قفص واسع زي كده، فهيكون عن طريق البندقية. فانا هروح اجهز المخدر والبندقية ونطلع نخدر الحيوان بحيث يتم تحت تاثير المخدر. We have the keepers. Yeah. We'll go in, start this guy. Then when he is down, we all come and moving over to the other group. طبعا زي ما انتم شايفين داخل الدكتور بداخل علشان خاطر يضرب بالبنقيه حقن التخدير. ولو تلاحظت على الحته الخضراء اللي قدام الباب دي احنا حاطينها لسبب بحيث انه ممكن يستخبى ورا منها والحيوان مشوش او المجموعه مشوش يقدر يتوصل الحيوان. الحيوان طبعا حاسس في حاجه غير طبيعيه، شاف واحد او اثنين غير الكبير او العامل اللي بيشتغل عندهم. فطبعاً الموضوع مش سهل إنك في القفص الواسع ده ومجموعة الحيوان كلها إنك توصل للحيوان واحد وتبدأ تخدره عن طريق البندقية. حالياً هو شايفين عامل إزاي البندقية، طبعاً بحاول يخبيها وراء جسمه ورا رايح على مكان العلف والأكل، كأنه بيقدم الأكل للحيوان، يعني إيه بحاول يخدع الحيوان عشان ما يحسش بشعور حد غريب. فبحط الأكل قدامه، فالحيوانات طبيعياً لازم تيجي تأكل. شايف واقف عند العلف وعمالة يعمل بصوت العلف كده للحيوانات عشان هم عارفين الصوت ده، هم متعودين عليه. في اللحظة دي هو يقدر يضرب بالبندقية الطلقة إبرة التخدير ويقدر يخدر الحيوان. صبنا بالبندقية، الطلقة جت موفقة صراحةً. ودلوقتي طبعا احنا في انتظار ان الحيوان يبدا البنجي يخش في الجسم ويبدا مفعول البنجي يظهر عليه، هيرقد الحيوان. بعد كده برضه هنخش على حذر مش عشان باقي الجروب، سلامه باقي الجروب او باقي القطيع، ونبدا ناخذ الحيوان ده ننقله نوديه في القفص اللي المفروض يروح عليه. طبعا الحيوان دلوقتي هو زي ما قلت ان الحيوان موجود في الهولدنج بن، المنطقة الصغيرة دي، بحيث انه يشوف باقي القطيع ما يحسش انه معزول، وفي نفس الوقت انا اقدر اشيك عليه. طبعا احنا بنفوق الحيوان الحين، الابرة بياخدها في الوريد اهو. خلاص حيوان فاق، خلاص يلا 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 حيوان. طبعا بعد إكمالهما نقل المها الشرق أفريقية بنجاح، أحمد وستيفن يتابعان المهمة مع النوع الآخر من المها.
في بيت القطط الكبيرة يقوم أعضاء الفريق بتجهيز إبرة مخدرة ثانية، لكن روكي مضطرب قليلاً مما يجعل مهمتهم صعبة جداً. طبعاً إحنا بنسجل كل الملاحظات والأدوات والتخدير في ورقة عندنا، الجرعة اللي استخدمناها إيه، لو فيها نحب نضيف بعد كده الجرعات زيادة، لو وقت الحيوان نفسه لما يبدأ وقت الحقنة، وفي خلال قد إيه بيبدأ ينام، وبنحدد كل ده لغاية انتهاء عملية التخدير تماماً، بحيث يبقى عندنا فايل بالحيوان نفسه وموجود وهل في تأثير على التخدير عليه ولا لا، وكل أدوات وكل الخطوات من أول ما بدأ يدل الحقنة لغاية ما فاق تماماً. والجرح اللي حصل مش عارفين ايه سببه، فاحنا هنحاول بعد ما نخدره هنحاول نفحص القفص، هل في موجود اي مكان لحاجه حاده، مكان في بعض الادوات الحاده اللي موجوده في القفص نتيجه الحيوان ممكن يكون جرح نفسه في الحديد المحيط بالقفص، فهنحاول نشوف على قد ما نقدر، لان الحيوان تلقائي ما معهوش حيوان تاني يؤذيه، فاحنا هنحاول نشوف ايه المشكله الموجوده في القفص اي سبب، لكن لغايه الحين احنا مش قادرين نحدد ايه السبب. لو في حاجه حاده لازم بنبلغ قسم الصيانه بحيث يجي على طول مباشره ان هو يبدا يعالج المشكله ديت، لان ممكن تعوره تاني. لتسهيل عمليه اصابه روكي بالسهم المخدر تم نقله الى غرفه اصغر. اثناء اخذ المخدر مفعوله يقوم الفريق بتفقد الغرفه بحثا عن سبب اصابه روكي. اتوقع ان هو نتيجه حكه في اي حاجه حاده موجوده في الحيطه، او هو جرح، هو حك نفسه بشكل قوي شويه جرح نفسه. تم ضرب الحيوان بالمخدر، والوقت هو خلال 10-15 دقيقه بينام الحيوان. احنا هنبدا نلاحظ الحيوان ونبدا نخليه في مرحله هدوء لغايه ما يتم تماما النوم ونبدا نشتغل عليه. لاحقا اصبحت الزرافه جاهزه للاطلاق في المعرض الافريقي. يختبر راشد ردة فعل قردة الفيرفيت تجاه جلد الأفعى. في المعرض الأفريقي أصاب في كتفها. بقيت هذه الزرافة معزولة عن باقي القطيع لمراقبتها والاطمئنان على عملية شفاء. يبدو جرحها ملتئما بشكل جيد، لذا يقرر عودتها إلى باقي القطيع. يأتي أحمد للإشراف على عملية إطلاقها ولمراقبة تصرفاتها تجاه المجموعة. الحيوان ممتاز، الجرح شيكنا على الجرح، الجرح بشكل عام التام بشكل ممتاز، شيكنا عليه في المكان اللي هولدنج بين المكان الصغير، طبعا المكان مش هيساعده ان هو يرجع تاني لطبيعته مع الحيوانات. احنا تاكدنا ان الجرح لم تماما، ما فيش اي عدوى، ما فيش اي مشكله، لكن طبعا في ممكن نشيك عليه برضه بعد يومين، بنحط تحت المراقبه لمده يومين بحيث نتاكد ان الحيوان رجع لطبيعته تماما مع كمان مع الحيوانات التانيه. بعد فترة الحيوانات اللي هي الخارجي بدأت تنطلق وتشعر بالمرح نتيجة ان الكيج كبير جدا، فبتحاول تنطلق. لكن المشكلة اللي بيطلع موجود بقاله فترة طويلة
لسه مش صعب عليه ينطلق في المنطقه الكبيره منطقه العرض، بحيث ان هو لسه مش متعود على الجروبات، يعمل جروب جديد مع حيوانات جديده، فلذلك هو اكتر واحد لسه منتظر هنا ولسه خايف لحد ما ان هو يدخل مع الجروب. اعتقد ان في خلال يوم او يومين باقصى الوقت هيحاول ينطلق مع الجروب. هناك 500 حيوان زاحف في الحديقة، لكن أكثرها شهرة بين الزوار هو الضب. الحيوان المعروف بالضب هو فعلياً نوعان مختلفان، وهما ضب الليبتين والضب المصري، ويتواجد كلا النوعين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتشابه النوعان إلى درجة كبيرة، حيث تم تفريق ضب الليبتين كنوع مختلف في سنة 2000. يعيش الضب في الأراضي الرملية والحصوية، مفضلاً المسطحات. تمضي الضباب الكثير من وقتها في الشمس خلال النهار، لأنها من ذوات الدم البارد ولا تستطيع التحكم بدرجة حرارة جسدها مثل الثدييات، ويمكن رؤية تأثير الحرارة على جسدها بالعين المجردة، حيث يتحول لونها من الرمادي إلى الأصفر عندما تأخذ قسطاً من الشمس. تتغذى الضباب الصغيرة على الحشرات، لكن تصبح حيوانات نباتية مفضلة حشائش الصحراء. مع ذلك الضب لا يأكل النبتة كلها حين يجدها، ولكنه يأكل منها قضمات صغيرة ويذهب إلى نبتة أخرى، وبذلك يحافظ على النباتات النادرة. ولأن عملية هضمها لما تأكله بطيئة جداً، فيمكن للضباب قضاء أسابيع طويلة من غير طعام. تضع الإناث عدداً كبيراً من البيض، قد يصل إلى 17 بيضة في كل مرة، وعلى الرغم من عددها بالتناقص في الطبيعة. في معرض البابون يتابع راشد اختباره باستخدام جلد الأفعى. الحين نحن موجودين مع الهامد رايس بابون، هو البابون المقدس. راح نحط لهم جلد أفعى ونشوف ردة فعل. لدى البابون بنية اجتماعية صارمة، حيث للذكر الرئيسي دور مهم، وهو حماية المجموعة من الأخطار. وفي حال فشله في القيام بدوره، قد يتحداه ذكور آخرون. لكن لا يعير ذكر هذه المجموعة جلد الأفعى أي اهتمام يذكر. طبعاً نفس ما شفتوا، أول ما حطيت على طول كلهم قاموا، كان الإناثي تشيكن على الموضوع طبعاً بحذر، بدون ما حد يتقرب للجلد، وهذا شيء اوكي، شيء يعني زين. خلاص صحينا ما نبي احنا نطور الموضوع هذا انه يتعودون عليها اكثر، فخلاص راح نشيلها ونحطها مثلا بعد اسبوع، بعد اسبوعين فتره معينه راح نرجع نحطها مثلا مكان ثاني. فخلاص كان تيكا. اختبار راشد لم ينتهي بعد، فهناك مجموعة أخرى يجب تجربة الجلد معها، وهي قردة الفيربيت. الحين طبعاً نحن في مكان الفيربيت مونكي، قاعدين نعمل له نفس الشيء. هم من أفريقيا، ففي عندهم ثعابين، فأعتقد أنه يعني الفيربيت مونكي البونت مكاك شوي يحبون يتقربون من الشيء بسرعه، يحبون يشوفون يعني شو هذا، يحبون يكتشفونه. فراح نشوف شو يصير.
لصغر حجمها تواجه قردة الفيرفت الكثير من المفترسين كالعقبان، الفهود والأفاعي، لذا فهي تستخدم صيحات مختلفة لإنذار باقي المجموعة عند شعورها بخطر معين. الصيحات التي تدل على طائر العقاب تدفع القردة لمراقبة السماء، أما صيحات الفهد فتدفع المجموعة للاختباء في قمم الأشجار. البونت ماكاك والفيرفت مانكي حيوانات فضولية، حيوانات ممكن تروح تجرب أي شيء، تستكشف أي شيء، وهذا يدل على الحيوانات هذه قادرة تعايش مع أي شيء. يعني ممكن لها تروح تستكشف، ممكن لها تروح تجرب أي شيء، إذا ما لقيت أكل في مكان معين تروح تدور مكان ثاني أو تجرب أي أكل ثاني. فهذه الحيوانات مش مهددة بالإنقراض. ليش؟ لأنها عندها قابلية استكشاف، عندها أن الجرأة تروح تدور تطلع. بعد برامج تعزية خلينا نعرف الحيوانات أكثر ونتقرب منها أكثر ونفهم هي شو تحب وكيف ردت فعلها. مش لازم مش بس للحيوان نفسه، حتى إلنا نحن كملاحظين بحيوانات الشيء هذا ينفعنا نحن. بعد الفاصل يبدأ البيطريون معالجة ذيل روكي. لازم نتأكد تماماً الحيوان نام تماماً. ستيفن وأحمد يكملان آخر مهمة في عملية نقل المها. بعد الظهيرة حال الوقت ليبدأ أحمد وستيفن مهمة نقل المها هدباء الأذن. مهمة مش سهلة طبعاً، ده حيوانات كثيرة، 24 أنثى وذكر، فطبعاً أنا عاوز أخدر الذكر عن طريق المنوية، والحيوانات تبدأ تخاف وممكن لا قدر الله تبدأ تجري في القفص وتكسر بعضها ويحصل إصابات فيها. So these are dangerous drugs, so it's always good to do them away from people. في الجانب الثاني، هو في الجانب ده، فهو ماشي وراء العامل حاليا. الحيوانات برات برضو خايفة، الحيوانات خايفة زي ما انتم شايفين. الوضع الطبيعي ان العامل بيحط الاكل، الحيوانات بتيجي جري ورا منه تاكل، ده الوضع الطبيعي. لكن النهارده ما حصلش لان هم شايفين المنظر، فهو طبعا بيستغل نقطة العامل ونقطة العلف علشان يقدر يقرب من الحيوان اكبر مسافة ممكنة، وبعد كده يتمكن من ضرب الحيوان. المها حذرة جدا من اي شخص جديد، لهذا يقوم ستيفن بتغيير خطته. سوف يحاول الان جذب الحيوان اليه. كان جوا بحاول يجيب الحيوان المصاب، يصيب او يضرب الحيوان بالمنويه من مسافه قريبه، ولكن طبعا الحيوانات خايفه، استغربت الشخص اللي ما بتشوفوش كل يوم غير العامل، فاضطر انه يطلع برا عشان الحيوان تحس بالامان شويه. ينتظر الفريق بصبر اقتراب المها من حوض الطعام. كلما اقترب أكثر أصبحت إصابته في المكان الصحيح أكثر دقة.
So just record the time, please. خلال 3-4 دقائق 5 دقائق حيرقد الحيوان حنخش جوا بسرعة نأخذ السرتشر معانا نشيله برا بعدين نحمله في السيارة. Well done. Amir, you know what? We'll do everything here. Yes. Yeah. This is good. We also use the teeth actually for aging. And this guy definitely, you can see, is above 3 years. الحيوان دلوقتي جبناه نقلناه في مجموعة الذكور دي وطلقناه بالأوردي بالفعل تم تفوق الحيوان وقفنا معه من 10 لـ 15 دقيقة. Come this side. Keep quiet, keep quiet. Quiet, 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 quiet. Everybody out please. بعد دقيقة ونص بالضبط فاق الحيوان اهو. فاحنا المفروض نمشي دلوقتي من قدام الحيوان. سيبه. العربية طول ما هو قدام القفص الحيوانات خايف وهو خايف أكثر من نسيج المخدر اللي جوا فلازم نشيل كل حاجة ما فيش حاجة حوالين منك وندي رسالة طمأنة للحيوان. تمت العملية بكفاءة عالية ونجاح. الحيوان أدرك إنه في مجموعة وزي اللي هو كان فيها ونفس السبيجز والحيوان مطلق وما فيش الحمد لله والجروب حاليا خلاص قبله ما فيش أي شيء. نكمل البرنامج اليوم بتاعنا إن شاء الله. في بيت القطط الكبيرة تم تخدير روكي بنجاح وحان وقت معالجة إصابته. طبعا احنا بننتظر لسه برضه لغايه ما نتاكد تماما عشان حمايتنا وحمايه العمال من لان ممكن لازم نتاكد تماما ان الحيوان نام تماما فننتظر حوالي 5 دقائق كمان ونبدا نشيك عليه. محتاج خياطة كبيرة شوية لكن اللي مطمنا ان الجرح نظيف يعني لسه موجود مصاف خلال يعني بنحدد الجرح في خلال 4-5 ساعات مش اكتر من كده يعني. طبعا ده بيدل ان العمال ملاحظين حيواناتهم كويس ومجرد ان حصل اي حاجة فبلغنا مباشرة. طبعا لو اتأخرت ممكن تعمل بعد كده صديد وتعمل مشكلة فهو ده الحاجة المميزة في الموضوع إن العامل بلغ عليه أول مباشرة أول ما حصل المشكلة. طبعاً إحنا بالنسبة للجرح الحمد لله الجرح نظيف فما فيش مشكلة بالنسبة للجرح. الخوف بتاعنا الأساسي إن الحيوان طبعا لأن مكان الجرح هيبدأ يألمه نتيجة إن هو جرح فيحاول يلحسه وممكن يقطع الغرز فهو هو ده اللي الدكتور أرشد خايف منه. فهو إحنا بشكل عام الجرح إحنا مش قلقانين على فكرة الخياطة لكن إحنا كل قلقانين إن الحيوان نفسه يبدأ يلحس المكان الخياطة. وعشان نمسكه تاني لازم نخدره لو حبينا
طبعا لو حبينا نعمله لو حبينا الحوشه ثاني نبدا نخدره. فهو الاولى ان احنا طبعا الحيوانات بعض الحيوانات بتبقى حساسه للتخدير، فاحنا مش بنحاول نخدر على طول في كل الاوقات يعني. طبعا احنا خلصنا، الدكتور ارشد خلص الخياطه، فاحنا بنحط مضاد حيوي وكريم على المكان ده ومضاد التهابات بحيث ما يلتئم بسرعه وما يقلمش الحيوان. دلوقتي احنا طبعا بنشيك على الحيوان بشكل عام وبنشوف لو في اي مشكله تانية. فلاحظنا في خلال التيس في خلال الفحص ان موجود الاسنان فيها بعض في سنه منهم مكسوره، لكن مش هتاثر على الحيوان بشكل عام. الحين احنا بس بنشيك على اي في اي مكان، لو في اي مكان فيه حد او شيء او سبب الجرح، لكن احنا مش لاقيين حاجه لحد ما الحين. فبالتالي بتهيألي ان الحيوان عمل حركه عنف بس، او يعني تحرك بشكل عنيف فجرح نفسه في خلال باسنانه بنفسه يعني. بعد ما قررنا كل الفحص الروتيني بتاعنا وعالجنا الحيوان، ادينا له مضاد حقنه مضاد او دواء مضاد للتخدير، فهيبدا يفوق في خلال 10 ل 15 دقيقه. طبعا احنا هنضطر طبعا نلاحظه لغايه ما يبدا يفوق كامل ونبدا يتحط تحت المراقبه لمده 24 ساعه تقريبا. اذا كان اوكي ما فيش مشكله في التخدير بنخليه وبنبدا بقى نكمل علاجه اللي هو المضاد الحيوي، لان احنا محتاجين حوالي اسبوع مضاد حيوي عشان يحصل التئام للجرح جيد. اهم حاجه بالنسبه لنا ان هو بعد ما يفوق ما يحاولش يلحس المكان ده ويقطع ماده الخياطه. طبعا احنا بنلاحظه لان بنحطه 24 ساعه تحت الملاحظه، وبعد كده بنبدا العامل بيبدا يلاحظه كل يوم باستمرار. طبعا بنديله الدواء في الاكل. واحنا لنا بشكل عام ملاحظات يوميه على الحيوان، طبعا بنراقبه لمده اول 5 ايام، وبعد كده بنشوف اذا كنا هنمد العلاج ولا هنبدا الجرح التئم ونبدا نطلقه في الجروب. انها نهايه يوم اخر في حديقه العيل للحيوان. وفيه يستقر ذكرا المها مع مجموعتيهما. يستفق روكي من التخدير منتظرا موعد إطلاقه. تعود القرود إلى حالة الهدوء والسكون التي تفضلها. وفي يوم آخر يقوم راشد والمراقبون بنقل أحد قرود المكاك. يتم إطعام البطاريق وتنظيف أحواض السباحة الخاصة بها. ويقوم الفريق الطبي بمعاينة روكي مرة أخرى.